متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، نتواصل مع حضراتكم في هذه الاجواء الجميلة. درجة الحرارة تقارب من 12 درجة مئوية في صباح هذا اليوم في ميدان الهباب. نحن نتابع أيضا درجة حرارة الهجن التي تشاركنا في هذه الجولة وفي هذه المسيرة وفي هذا التحدي. نرحب بشوط آخر وهو الشوط السادس في مجموعة أشواطنا، خصص لفئة الأبكار لهجن أصحاب السمو الشيوخ والفئة المهجنات الأصايل. نذهب إلى المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع شعارات تتألق تبدع في هذا الميدان بما لديها من إحساس ونشاط وقوة تحمل المسافات الطويلة الخمسة كيلومترات. نرحبها ونرحب بشعار بن رشيد على مقدمة الشوط من يفتتح الإذاعة إلى المركز الأول. أما المركز الثاني مصيحة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان. أما المركز الثالث الوصول من الشاهينية لسمو الشيخ عبدان، المركز الشاهينية لسمو الشيخ، أو الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. المركز السادس، الله، رمز قادمة، احذروا رمز يا جماعة، احذروا رمز، أقولكم أحذركم من رمز، أحذركم من رمز، أحذركم، قادمة عبد الهناوي، قادمة عبد الهناوي، ولكن القيادة والسيادة، القيادة والتحدي يبو سرابة خليفة بن سلطان بن رشيد. أما المركز الثاني تأتينا الظبي محمد بن سيف المقعودي. والمركز الثالث، المركز الثالث البن خفية، البن خفية على ثالث المراكز. أشوف البن خفية يحرك شوياسة، مياسة ورمز قادمة، رمز قادمة، رمز قادمة مع سلطان بن علي أبو الهناوي. يبو يلا يا المقعودي، يلا يلا يلا، أنت مصارع قوي، أنت مصارع قوي، ولكن بن رشيد عندك يصارع. رمز قادمة، رمز قادمة لبن الهناوي. الكيلو الأخير، ركز يلي بتركز، تابع يلي بتتابع. أشوف الظبي، أشوف الظبي لها نظرات قوية، وأشوف سرابة أيضا جاهزة للأوامر، وأشوف رمز أيضا تتابع. ولكن المقدمة ما زالت لصالح سرابة. سرابة سرابة سرابة، يلا يا المقعودي، يحرك بن رشيد، يحرك بالهناوي، يحرك المقعودي. الناموس وين؟ الناموس حاير طاير، الناموس ما زال يتجول، تتحرك الآن سرابة، ولكن القادم أيضا من الخلف، قادمة مياسة، قادمة مياسة. يا مرحبا الساع، يا مرحبا الساع. هناك أيضا شعار قادم، أربك المقدمة، أرصاد يا بن قنون، أرصاد، أرصاد يا المقعودي، روح 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 يا راعي الظبي، روح روح، مثل ما توقعت، مثل ما توقعت. قلنا لكم راعي الشوط نعم موجود من اول اذاعتنا، من اول اذاعتنا. والظبي الظبي الظبي راحت عن الشوط، راحت عن الشوط بشعار محمد بن سيف المقعودي. يا سلام يا سلام، المتابعه من مياسه، مياسه لمحمد بن عتيج بن خفيه في ثاني المراكز، ولكن الظبي 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 الى الامام الى الناموس. نعم قلنا لكم عنده شهادات او خبير مخصوص للشوط وبصير. نعم سلام سلام عليك يا المقعودي، نهني محمد بن سيف المقعودي، وسلام عليكم يا اهل الهباب. الثاني بن خفيه، الثالث بن الهناوي، الرابع بن رشيد، والخامس بن قنون. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للخمسه المراكز الاولى، وهكذا انتهى هذا الشوط بهذا الفوز وبهذا الانتصار مع الضبط.